مرحبا بكم مشاهدي الصفحة الرسمية لإذاعة ديوان اف ام. نحن متواجدون بفضاء معرض مصراتة الدولي في اليوم الختامي للمعرض التونسي الليبي لتطوير الصناعة والتجارة من تنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة بالشراكة مع مجلس العمال التونسي الافريقي. اكيد كلكم تابعتوا اليوم يوم الافتتاح للمعرض وشفتوا الحضور الرسمي اللافت لدولة ليبيا شقيقة ممثلة ويرأس وفدها السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى وزير التجهيز ووزير الاقتصاد من الجانب الليبي، وكذلك وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سيدة سارة زعفراني وسعادة سفير تونس بليبيا الأستاذ الأسعد العجيلي. نحاول مع بعضنا نشوف حصيلة هذه الدورة. معنا في المباشر السيدة نيسة الجزيري رئيس مجلس العمالة التونسي الأفريقي. سينيس مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، مرحبا بديوان اف ام في مصراتة، ومرحبا بكل مستمعي ديوان اف ام. شكرا لك سانيس. اذا كان تقريبا ظاهر للجميع انه يعني يوم الافتتاح كان على المستوى البروتوكولي وعلى المستوى الرسمي كان ناجح جدا بحضور السيد رئيس حكومه الوحده الوطنيه عبد الحميد البيبه، ويظهر لي كانت فرصه باش تاكدوا على عمق العلاقات التونسيه الليبيه وباش ترفعوا له جمله المشاغل والشواغل اللي تهم رؤساء المؤسسات في تونس وليبيا. صحيح، بكل صراحه معناتها حضور السيد عبد الحميد بيبه رئيس حكومه الوحده الوطنيه للافتتاح الرسمي معه اربع وزراء ووزير التجهيز التونسيه اعطاه بكل صراحه زخم كبير برشا للمعرض هذايا والدوره الاولى نتاعو اللي اول مره نعملوه على ارض مصراته الدولي. وهك تشوفوا توا الان معناتها حضور كبير من الجانب الليبي، معناتها كذلك حضور كبير من الجانب التونسي، اربع رحلات جويه، اكثر كما قلنا من 500 رجل وامراه اعمال تحولوا عن طريق الطائرات اربع رحلات، وعن طريق البر كذلك من صفاقس هم العديد اللي من الخيان اللي جاوا لهنا. اللقاءات كانت زاد لقاءات ثنائيه، فما معناتها عملنا دي بي تو بي، تشوفوا الاجنحه اول مره نعملوا ما يقارب 80 شركه تونسيه على اليسار، ومن الجانب الاخر ما يقارب 45 الى 50 شركه ليبيه في نفس معناتها على نفس الارض مصر المعارض، وهذا ما يخلي انه على نفس المكان ديجا فما شراكات بين الشركات الليبيه والتونسيه دون الزوار اللي جاوا معناتها من كل المناطق. تعرف غرفه مصراتة استدعت اغلبيه الغرف، شفتوهم حاضرين في الافتتاح، من طرابلس، من بنغازي كذلك، من الجنوب، من سرت ومن سبها وغيره. وان شاء الله على كل حال تو المؤشرات طيبه وطيبه جدا بالنسبه للحضور. كما قلنا احنا معرض طرابلس كنتوا معانا كان تتذكروا مليح، ووقت اللي قبل ما نبداو المعرض كانت المبادلات في حدود 1 مليار دينار، وكملنا 2021 في حدود 2 مليار دينار، 2022 ان شاء الله زاد نكملوه بالمنتدى نتاع صفاقس في حدود معناتها 2.8 الى 3 مليار دينار. والهدف نتاعنا وطموحاتنا تو بالنسبه ل 2023 بالمعرض هذايا، وخاصه اللي لقيناه انه بكل صراحه فما دعم كبير من حكومه الدبيب بصراحه، معناتها وجوده هو بالوزارات حكينا معاه، فما دعم للرجوع التونسي. دونك اذا كان فما الدعم السياسي على اعلى مستوى ونحاولوا نذللوا كل العراقيل معناتها نتاع دخول البضائع والعراقيل الماليه وغيره، ان شاء الله ان شاء الله نتمنوا انه 2023 نعملوا قاعده معاكم ونكونوا قد وصلنا ل 4 مليار دينار، ووقتها نقولوا انه رانا فتنا ارقام 2010 اليوم 3.5 مليار دينار. سينيس، التوصيات اللي رفعتوها في منتدى صفاقس تقريبا جلها تم تضمينها في توصيات رئيس الحكومه، رئيس حكومه الوحده الوطنيه لمختلف الوزارات. لو نذكر شنو تحقق سيانيس من منتدى صفاقس الى معرض مصراتة؟ تعرف منتدى صفاقس الدورة الرابعة اللي عملناها في 12-13 أكتوبر 2022 بصفاقس، خرجنا افكتيفمون وعملنا معناتها وثيقة فيها معناتها عديد معناتها المخرجات والمقترحات اللي ضمناها وبعثناها رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة النقل، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، ووزارة الاقتصاد. والحمد لله بكل صراحة فما تجاوب، كان فما تجاوب سريع، وتنقلت وزيرة الصناعة ووزير النقل ووزير التجارة إلى طرابلس في أول نوفمبر، تتذكروا معناتها شهر من بعد معرض صفاقس، ولقاو معناتها لي زومولوج نتاعهم، فهمتوا ولا لا؟ وفما عديد من النقاط اللي وقع طرحها
اللي جاء بهم دبيبة على رأس معناتها وفد كبير لتونس، وكان لقاء على أعلى مستوى مع الجمهورية ورئيس الحكومة وعديد من الوزارات. كل النقاط هذوما وقع طرحهم معناتها على طاولة النقاش، فما عديد من النقاط وقع حلها، منها أنه حلوا أربعة معناتها كيف يقولوا في مناطق العبور في المعبر، فما معناتها بطوا مش يطلع إن شاء الله من صفاقس ولا من 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 تونس نحو ليبيا في أقرب الأوقات، فما ديجا بط معناتها باخرة للرحلات مش كان متاع البضاعة، حتى رحلات واحدة وقع برمجتها. اللي نقصنا بكل صراحة الآن، وأنا نحب ناخو الفرصة هذه مع ديوان فام تو، كان معناتها رجال أعمال يحكيوا معايا، راهو المعاملات المالية، معناتها فما إشكالية في التحويلات. هاو نعطيكم إكزامبل ولا ما نحبش نقول عليه، معناتها بنك تونسي عمل معناتها جناح متاعو حب يخلص 1500 دولار وحل، معناتها رساته تعدى على بنك كذا، ومعناتها مشاكل كبيرة. يلزم تو معناتها رئيس محافظ بنك المركزي مع محافظ بنك المركزي، نعرف اللي عملوا مجهودات وراهم تقابلوا مع الصديق وكل، لكن تو يزم يسرعونا، يزم يسرعونا يحلونا مشاكل التحويلات بين تونس وليبيا، ويحلونا معناتها المشاكل باش نجم تولي الأمور سلسة. هذه أول حاجة. ثاني نقطة هو قانون الصرف اللي نستناو فيه تو يا رسول الله، كل عام وعنا كل شهر يقولونها وغدوة، ما وقتاش مشي ماشي تحال ماشي يقدمونها قانون الصرف، راهو البالانس كوميرسيال نتاعنا ديفيسيتير معناتها ب 25 مليار دينار. اي وقتاش انتم مش شجعوا تصدير نتاعكم، ما نجموش نشجعوا تصدير، واحنا قانون الصرف نتاعنا ما يسمحش مؤسسة تونسية انه تتعامل مع الدول هذه. باش انت اليوم كيف يحل لك 1500 دولار باش تعمل لك الجناح، تقعد تو يجيب لك 1 مليون دولار ولا 2 مليون دولار، معناتها هذايا اورجونس، اولويه الاولويات. إن شاء الله بإذن الله معناتها عن طريق ديوان فهم يسمعونا، وإن شاء الله معناتها يقع تنفيذها في أقرب وقت. هذه مش تساهم والله العظيم، نأكد لكم أنه نفوقوا 4 مليار دينار من مبادلات لو كانت تحل إشكالية التعاملات المالية بين تونس وليبيا. في نفس الإطار سي أنيس، وأنت تحكي بوضوح وبصراحة وبشفافية، اليوم الجانب الليبي يتساءل علاش المنتوج التونسي يدخل إلى ليبيا بشكل سلس وسهل ويتحصل على شهادة منشأ بدون أي إشكال، في المقابل مبدأ لا ريسيبروسيتي معناتها مش مطبق بالنسبة المنتوج الليبي. شنو سينيس حضرته في هذا الإطار باش أنه المعاملة مع الطرف الليبي تكون بنفس الشكل اللي تعاملوا به معنا؟ صحيح فما تشكيات من جانب الليبي، وهذا بكل صراحة معناتها نقولها، اللي فما إشكاليات في الحدود التونسية، فما تعطيل للإخوة الليبية في تصدير بعض البضاعات نتاعهم، وراه هذا يلزم العوائق هذه تتنحى. وهذا قالوا راه حتى في لقاء معناتها خاص مع بين سيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير التجهيز، أنه معناتها إفكتيفمون لا ريسيبروسيتي، معناتها توا احنا صحيح يشجعوا فينا واعطونا البريوريتي، وفما توا مشاريع كبرى ما بيناتنا خذواها ثلاثة، نعرف أنا محبش نعلن عليهم، ثلاثة شركة تونسية، معناتها فما حاجات تو قاعدة تفعل على الميدان. أنت زادة ليبيا قاعدة طنها، ذاك تشوف تو هذوما الأجنحة الليبية، فهمتي ولا؟ فما صناعات قاعدة تتطور، ما فيها باس في معناتها في الكومبليمونتاريتي هذه، إذا كان في التكامل هذا، فما بعض المواد، فما كذا، أنا شفت ضجة كبيرة البارح معناتها على بعض شاحنات، يا رسول الله آلاف الشاحنات التونسية متجهة ليبيا، إيش هي المشكلة أنت كان فهمتي ولا لا؟ بعض الشاحنات اذا كان ناقصين سكر ولا ناقصين زيت، معناتها هذه ما يلزمش تكون عامله ضجه كبيره، فهمتي ولا لا؟ واحد وكذا، لا لا لا، هذا في اطار التعامل بالمثل، واحنا هدف نتاعنا انه راهو قلنا شعارنا تونس ليبيا نحو القاره الافريقيه، بوابه هذا هو الشعار اللي نحبه، واذا كان نحبه نخدموا مع بعضنا راهو يلزم فما وين وين، معناتها غانيون غانيون، ربح ربح، ويلزم الاخوه الليبيه زاد يلقاو ارواحهم في تونس في استثماراتهم في معناتها تمويلاتهم غاديك، واحنا كذلك من الجانب التونسي. بالحديث عن افريقيا سينيس، ونختم بالسؤال هذايا، التوجه نحو افريقيا يمر اساسا عبر المناطق الحيويه واللوجستيه، واحنا تو كنا في المنطقه الحره بمصراتة وشفنا ان بوتونسيال انور معناتها لهذه المنطقه، لكن يعني سنباتي بيان كوميونيكي ربما في السابق بالنسبه للشركات التونسيه، اليوم فرصه يظهر لي باش نعرفوا بالامتيازات والحوافز اللي تقدمها هذه المنطقة لرجل الأعمال التونسي. والله بصراحة أنا شفت الوفد التونسي تو كنا في المنطقة الحرة، فتفاجئوا معناتها منطقة من أعلى طراز، معناتها مئات الهكتارات، ميناء معناتها شو نقول لك، احنا معناش منه في تونس كل صراحة، ميناء كبير ممتاز، حركية شفتها معناتها
تجارية كبيرة وكبيرة جدا، آلاف الكونتينرات ماك شفتوهم معناتها موجودين فريغوريفيك وغيرهم متواجدين، مرافق تو بعد مش تعدي معناتها تشوف الكياسات الإنارة الماء، فهمتني؟ بالنسبة تو للحوافز، الحوافز معناتها كي يقول لك أنت نعطيك 1000 متر ولا 5000 متر ولا 10000 متر بواحد دولار على السنة كراء على 33 سنة، وتنجم معناتها يعطيك جدة 33 سنة أخرى 66 سنة، شيء كبير شيء كبير، اكستراوردينير بصراحة. ثاني حاجة معناتها يقول لك أنا احنا تعرف في تونس يعطيك إعفاء للضريبة لمدة 5 سنوات بار اكزامبل في المنطقة حرة ولا 10 سنوات، 33 سنة إعفاء من الضرائب ومتجددين 33 سنة أخرى 66 سنة. إعفاءات معناتها بالنسبة للضمان الاجتماعي، إعفاءات بالنسبة لل بالنسبه للديوانه كذلك، معناتها ما فماش دي تاكس على ديوانه تجيب السلعه نتاعك تنجم تصنعها لهنا ولا تجرها. بنوك تونسيه طلبت انها تنتصب قالوا لها مرحبا بيك، ينجموا يعملوا معناتها دي كونتون دوفيز وتتعامل معناتها المعاملات الماليه نتاعك في المنطقه الحره هذه بكل سلاسه بكل صراحه. احنا شفت وحكيت مع عديد مؤسسات، راهو المؤسسه التونسيه تواجدها في المنطقه هذه اصبح ضروري، ويلزمنا نكونوا دي بريكورسور معناتها من الاوائل، لانه يعني شفتوا فما عدد من مش برشا عدد من الشركات التركيه اللي هي منتصبه عين مكان، يلزم التوانسه توا يهبطوا معناتها بقوه، وهك علاش عملنا المعرض هذايا الى مصراته ويكتشفها ويشوفوا المنطقه الحره ويشوفوا هل معناتها لي زافونتاج لي زانسيتاسيون انفستيسمون للاستثمار في المنطقه هذه، واللي يحب حقيقه يدخل للنيجر ومالي والسودان ويهبط وتشاد ويهبط حتى نيجيريا، ما عليه كان يعمل اون بلاتفورم كوميرسيال هنا ولا يعمل بلاتفورم اندستريال لنا مع شراكه مع الاخوه الليبيه، وهذا هو مستقبل هالطريق الصحراوي اللي نحكيوا عليه مع ديوان فهم توا عندنا عامين، وان شاء الله بقدره ربي هذا مش طريق صحراوي ولا طريق العبور، ان شاء الله مش يولي كما قلت انا في الافتتاح طريق اقتصادي بتم معنى الكلمه، تكون فيه يعني طبعا التجاره والصناعه والسياحه والترفيه والنزل على كامل هالطريق لاحياء الجنوب التونسي، إحياء الجنوب الليبي، وإحياء خاصة الشمال النيجر. شكرا لك سنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، هذه كانت تخطيطنا لهذه الدورة من المعرض التونسي الليبي لتطوير الصناعة والتجارة، اللي نذكر ان تضم بالشراكة بين غرفة مصراتة للتجارة والصناعة والزراعة وكذلك مجلس الأعمال التونسي الأفريقي. نلتقي إن شاء الله في مواعيد اقتصادية قادمة، دمتم في أمان الله.